السلام عليكم. كمان لاحظ هذا منور، هذا منور مستحدث ما هو في المخطط. الفائدة من المنور شيئين رئيسيين اثنين. الجزء الأول أو الفائدة الأولى أنه أمنع مرور المواصل في الجسور الساقطة أو المخدات بالأطراف. طيب الفائدة الثانية أننا تكون سهلة الصيانة فيما بعد، مثلا لو حصل إذا قدر الله مثلا كسر في المواصل شيء، سدد مثلا بسبب خلطة أثناء بناء العظم أو شيء، ما يكونش مكلف ولا يكون متعب، يكون سهل جدا، خلاص ماسورة برا تفكه وتغيرها. لذلك ما هو شرط أن يكون لازم بالمخطط أو يكون وسط المبنى أو يكون أي شيء. كما لاحظ هنا أيضا الطرف الثاني، هذا الطرف الثاني يكون على الزوايا، وهذا الطرف الثالث، وإن كان يعمل ديكور مثلا أرجع أبني هذا من تحت لين فوق بلوك، ممكن أسوي حجر، ممكن بروفايل، ممكن أي شيء، أو دهان عادي أو أي شيء. ولكن هذه هي الفائدة من المناور، ما هو لازم تكون مخطط أو تكون وسطية، أو لها أبعاد محددة، مثلا ما في أبعاد محددة للمناور.